كرة القدم. لعبة الاختباء. بل كرة القدم. الاختباء. كفى عن الكلام، أنا وشيرين لا نريد اللعب. أجل، أشعر بالملل ولا أريد أن ألعب شيئاً. وأنا أيضاً أشعر بالملل. أين أنت يا حسام؟ وأنت يا وسام، لو كان هنا لكنا لعبنا بعيداً عن الفتيات المملات. أقصد الفتيات الجميلات. حيدر، انظر إلى أعلى الشجرة. ما رأيك أن نرمي حجراً على تلك النقطة أعلى الشجرة؟ ومن يصل إليها يكون الفائز. شرط أن أبدأ أنا. ما هذا؟ من أين سقط حسون؟ المسكين، لقد أصيب في جناحه. لا تخف يا عصفوري الصغير. وما ذنبي أنا حتى تغضب شيرين مني؟ لقد رميت الحجر دون أن أعرف أن حسون مختبئ بين الأغصان. أظن بأن شيرين سوف تعتني جيدا بحسون. حيدر، ماذا؟ لقد فزت في اللعبة. لو كنا لعبنا لعبة الاختباء لفزت أنا. ماذا ستفعلين بحسون الآن؟ هل نعيده إلى بيته؟ ما زال غير قادر على الحركة. سوف أعالجه وأطعمه ومن ثم أعيده إلى بيته. صباح الخير يا. تبدو متعبا يا صديقي. مسكين يا حسون، أنت مريض وأصدقائي هم السبب. أنا حزينة. ألن تأكلي يا شيرين؟ لم تأكلي شيئا ولم تتحدثي مع أحد ولم تلعبي معنا اليوم. إنه يوم سيء وأنا حزينة أيضا لأنك صديقتي وأنت حزينة. شيرين، هل سيشفى حسون؟ ربما. وكيف سنعرف؟ لا أدري، ولكنه لا يتحرك وهو مغمض عينيه أيضا. انظري حسون، لقد كان نائما. أجل. لماذا تبكين الآن؟ لا أدري، ولكنني لا أستطيع التوقف. كفي عن البكاء، لابد أنه سعيد الآن، لا داعي للحزن. إلى اللقاء يا حسون. لن أسمح لحزني أن يكبر ولدمعي أن ينزل أكثر. لا مانع أن أبكي أحياناً. أحزن حين تغضب أمي وحين يهملني صديقي، لكن أعرف أني لن أسمح لحزني أن يكبر ولدمعي أن ينزل.